ساجة ثقافة وين ما كنتوا تتفرجوا فينا، مرحبا بكم. نتقابلوا معاكم مرة أخرى في حصة جديدة تهزكم معنا لأكثر من موعد ثقافي وفني من خلال جولتنا بين مختلف التظاهرات والفعاليات الثقافية، سواء كان في العاصمة ولا في الجهات. فريق هاشتاغ ثقافة يكون حاضر للتغطية والمواكبة. حصتنا بدأت، مشاهدة طيبة للجميع. فريق هاشتاغ ثقافة كان حاضر في المعرض الشخصي الأول في مسيرة الفنية للفنان التشكيلي نادر بوكادي بدار الكتب الوطنية. المعرض هذا يتطلب مدة عمل عامين لجمع ما يقارب 35 لوحة فنية. هات نمشي ناخذ أكثر تفاصيل على الفنان هذا من خلال معرضه بدار الكتب الوطنية من خلال ريبورتاج لمروان سنيد. الزائر لهالمعرض يلاحظ حضور الحيوان بكثافة في لوحات نادر بوكادي والكتابات المختلفة اللي أفرزت الكثير من القراءات والتأويلات وبتقنيات متعددة على محامل مختلفة. المعرض هذا موجه للناس الكل. ديجا أنا حتى بارابور الاختيار الاسباس هذا اللي هو معناتها مرفق عمومي، دونك للناس الكل. المعرض هذا ما ثمش نسب المعينة، خاطر اون فان كونت الحاجات اللي خدمتهم واللي صورتهم خارجه من الناس الكل، معناتها كانت رؤيه ديزون برشا ظواهر حالات اجتماعيه حاولت نعبر عليهم بطريقه وبرؤيتي خاصه، معناها ايش سي اون ماسبيرون من الحاجات اللي نعرفهم من ديزون من التجارب اللي عشتهم. فوالا دونك سويت سا كان ثم نوع نتاع اخراج اللي هو نورمالمون يمس الناس الكل، كل واحد والقراءه نتاعو، كل واحد والانتربريتاسيون نتاعو. هو كان نوع نتاع محاوله توثيق الكتابه اللي هي في معناتها كي تثبت في لي تابلو ماهيش كتابه، معناها سي دي ليكريتور اوتوماتيك تتسمى مون، دونك هي عباره على تخطيط نتاع احاسيس يولي، وهالتخطيط نتاع احاسيس هذا يخرج ساعات في اشكال، في حروف، في نماذج اللي انا بدي ساعات نتفاجئ منها. يعني بالنسبه للبريزونس نتاع الحيوانات هذوما اللي كلكو باغ ثم شويه تاثر، معناها بلوسكي سيرتو منمنمات كليل قدامنا شويه الفن الفارسي، وهذا الشيء اللي كنت معناتها متاثر به من صغير شويه، وبيان سور معناتها باش ياثر عليا زاد من بعد في خدمتي. دونك سي سي فوالا دونك ما اترافير زاد الانيمال ثم زاد اون اوتر بيرسيبسيون كي سدوغاش، وتخليك تخلي السبيكتاتور ولا القارئ معناها يغطس اكثر من ليماج اللونيه اللي باش يشوفها ويحاول يقرا من بين السطور معناها ويفهم اكثر، بالك شي تظهر له معاني اوضح معناها اللي تخصه. وكل انسان بطبيعه الى سي سي بروبر سا بروبر فيزيون بارابور للحاجات، ومعناها ما ثم اللي شكون اللي شاف في الخدمه دي بيزاج، ثم شكون شاف دي ناتور مورت، ثم شكون اللي شاف الاركتيكتور، ثم شكون اللي شاف. دونك هاني قلت لك كل واحد سولو اختصاص ومجال، وكانت عنده رؤيه واضحه للحاجات وانتربريتاسيون خاصه به. حضور كثيف للزوار كان يوم الافتتاح لاكتشاف لوحات صاحبها الفنان نادر بوكادي سنتين لتجميعها في أول معرض شخصي لي. فرحت برشا لخاطر كان ثم جابني برشا عبيد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى اللي سرتو بارابور توسكي تأويل التابلويت، برشا عبيد يقولوا لي شنية هذه الكتيبة، ثم عبيد يقولوا لي فيش قاعد تكتب، شنو هذه سحر درا شنو شعوذ، ثم عبيد يقولوا لي ليه شعر، ثم دونك كل واحد ورؤية نتاعو مختلفة. بالطبيعة هذه نتصور نتج معناها على التجربة الشخصية نتاعو قبل كل شيء. ثاني حاجة على المحيط لانفيرونمون اللي هو تربي، دونك سي سا ريست سوبجيكتيف، وهذا يمكن اللي يخلي فرحت دون السونس اللي يخلي معناتها لي تابلو هذوما ماهمش استاتيك، معناتها ماهمش فيجي،
وبيزكي تحملوا برشة تأويلات دونك نتصورهم إنسان أسي أنيمي في عينين معناهم العبيد اللي يشوفوا فيهم هذا حاجة فرحتني برك. هي الخدمة بدأت عندها عامين مي ديزون اون فاز اكسيليري معناها في العام الاخريني وكان نتيجة عند نتيجة ديزون تجربة عشتها وأثرت فيا وخلتني معناها جوز افيك سكو جو سي انتربريتي شي محيط لي داير بيا وحاولت معناها جناليز et je déduis disons الظواهر الاجتماعيه اللي دايره به الكل دونك بالنسبه للمحاور اللي خدمت عليهم اون فيت هو ما ثماش محور واحد ثم عده محاور اللي يتعلقوا كي سوتو كي تورن معناها حول المعيشه نتاعنا ساعات الكوتيديان ساعات الخيال ساعات نهرب لبعيد نقش قضايا فلسفية بارفوا قضايا مصيرية مي ديزون اترافير ان ستيل معين اللي يخليهم الكل موجين فوالا دونك ثم نوعا ما عالم نغطس فيه واترافيرو هو كل مرة نحاول نبرور رؤية ريتها معناها فوالا النحت هو نقطة تحول أو مراوحة من فن الرسم إلى تشكيل منحوتات العنصر البارز فيها هو تجميع نادر بوكادي لكل أنواع وأصناف الحديد المختلفة باش يشكل بها منحوتة ما يعرف سرها كان هو المعرض هذا ميزابار لديسان ثم فيه اون بارتي باغولييف دونك لي باغولييف هما اللي هما ديزون كانوا نتاج عن تجميع عدة أشياء أحجار حديد دونك بلوزير ماتريو سي أسي ريش وكان لهنا ما كنتش أنا اللي نحكي في حكاية كانوا لي ماتريو هما يحكيوا لي وكان ثم نوع متاع بليزير كبير ياسر وانا قاعد نخدم فيهم على خاطر كل ماتريو كان يحيي لي ويخليني نشوف حاجات بارفوا يخليني نهرب معاها لبعيد تل مانيير ما نعرفش سان بيرمي دالي ايور اي تشيرشي اي دو ريفنير او ميم طون بوان ديبار معناتها ثم ان فيان ان فاي فيان وثم ان سارتان بارتاج اي سي بيزار معناها كيفاش اون انتيتي فيفون ديزون انتيتي جو سوي انكور جو سوي ان هيومان فيفون كيفاش بارتاج افيك اون شوز فيجي ديزون احنا نسميوها ميتا مي ce que j'ai appris à travers cette expérience, qu'il n'y a pas de matériau mort. نادر بوكادي هذا الفنان الشاب من مواليد 1980 حب من خلال هذه اللوحات 35 أنه يجسد أحاسيسه بخط أوتوماتيكي من جهة ويقرب أكثر للمعيشة اليومية ويطرح قضايا فلسفية مصيرية من جهة أخرى في إطار انفتاح الجهات على السينما التونسية لأول مرة في القصرين يحتضن المركب الثقافي بالجهة عرض الفيلم التونسي الحائز مؤخرا على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41 أكيد أنكم عرفتوه هو فيلم بيك نعيش الفيلم الروائي الطويل الأول في مسيرة المخرج التونسي الشاب مهدي برساوي الفيلم من بطولة نجلة بن عبدالله وسامي بوعجيلي يحكي على عائلة تتحول عطلتها الأسبوعية الجحيم بعد ما تعرض ولدهم لطلق ناري في حادث إرهابي أكثر تفاصيل في هذا الروبرتاج من صياغة نور ستليلي وعبد الستار بكري في التصوير دار تظاهرة أنا رئيس حديث قهاوي تم عرض فيلم بيك نعيش بالمركب الثقافي بالقصري ليقوموا فيما بعد بحلقات نقاش حول موضوع الفيلم وسط حضور شباب كبير
احنا اليوم في ولاية القصرين في إطار برنامج حديث قهوي أنا الرئيس، اللي هو بالشراكة بين المنظمة الدولية للمناظرات وجمعية البحث على أرضية مشتركة. البرنامج هذايا في 6 جهات من مختلف الولايات البلاد، يندرج في إطار استكمال تجربة برنامج أنا الرئيس اللي كان في قناة قرطاج بليس تلفزيون الواقع، اللي كانوا فيه شباب كانوا في موقع المسؤولية كيفاش يجموا يقدموا في مرحلة الانتقال الديمقراطي. واليوم احنا في ولاية القصرين، شباب ولاية القصرين المشاركين في برنامج أنا الرئيس حديث قهوي يحاولوا يناقشوا موضوع في صلب معناها اهتمامات الشباب في ولاية القصرين، اللي هو كيف تكون الثقافة تقدم من عجلة التنمية. والمواضيع الكل اللي مش تكون في برنامج أنا الرئيس حديث قهوي هي تهتم بالشأن العام. التنافس مش يكون بين 6 جهات الممثلين عن المنظمة الدولية للجمعية الدولية للمناظرات وجمعية البحث على أرضية مشتركة. الشباب المشارك معنا في برنامج أنا الرئيس حديث قهوي مش يقوم معناها بعد ما تلقى تدريب في ولاية سوسة في فن إدارة الحوار، مش يقوم بحوارات في الجهات الستة هذية، مش تكون مسابقة بين 6 معناها بين 6 ولايات بالتنافس حول إدارة الحوار، وإحنا مش نتبعهم معناها في إدارة الحوارات هذه بكافة الجهات. بعديك مش يكون فريق منهم فائز اللي هو أتقن معناها إدارة الحوارات هذه في الجهات. حبينا تكون بادرة أو خطوة أولى أنه الثقافة تاع السينما تدخل القصرين، خطر نقصين برشا في الميدان هذا. هذه أول خطوة نحو عروض دائمة متواصلة معناها كل فترة معينة من الزمن. النشاط هذا اليوم بالشراكة مع المركب الثقافي بالقصرين، من تنظيم مركب الثقافي بالقصرين بالشراكة مع المعهد الدولي للمناظرات فرع القصرين، خذينا الفيلم من عند شركة التوزيع. واليوم ما شاء الله معناها الجمهور حاضر، القصرين تفهم فن تتنفس فن، القصرين تتنفس سينما. دعوة موجهة لكل سلطة أنها معناها تشوف الحاجة هذه. سيدي لا نرمال بعد شيء صار عليك كله نجمع خنيش لباس مدام، قال لك اخلطي عليا البيرو. تبعيني مدام. تبعي الكولوار ودوري على اليمين، ثالث بيرو على اليسار. جيت باش نتفرج اليوم على الفيلم. بون القصة نتاعو حسيتها معبرة وفيها مساج تحكي على عيلة دو بارون ولدهم مشاو يعديو في فاكونس في جنوب تونس، الحديث في 2011. ما راهو إلا طفل صغير صار له أكسيدون، من وقتها بيجو يدخلوا في دوامة، يبداو يكتشفوا في برشا أسرار في عيلتهم وأسرار تبع ترافيك دورغان وحاجات من نوع هذيك. دونك القصة تختبر في قصة الحب اللي ما بينت الأم والبو، وتختبر فيهم هما كيف باش يبداو يكتشفوا في حاجات تبع البلاد ما كانوش فايقين بها، تبع تجارة الأعضاء، باش يكتشفوا برشا أسرار. تفضل اقعد. كما جدا العزيز؟ لا عزيز لاباس، نديت لك. علاش نديت لي؟ عنا مشكلة في اللي زاد راجلك. شبيه في رسل بنيت بيه حاجة؟ لا مدام راجلك لاباس. أجوا سمحني لحظة.
جيت اليوم نتفرج على فيلم بيك نعيش، خاطر سمعت به مازال كيخرج، معناها بدات العروض نتاعو نهار الاربعاء. هو يحكي على انها نحس اللي فهمته منه انه يناقش في قضيه الدون دورغان، على خاطر فما طفل معناها صغير تضرب بكرتوشه في 2011، وكل وقت اللي جاب شي تبرع امه ماهيش كومباتيبل وباباه طلع مش باباه، معناها يلزمهم يجيبوا دونور من برا بويسك جدو ميت معناها. والكل يحكوا على دون دورغان كيفاش في تونس ممنوع معناها وضد القانون، ورست له باباه اللي مربيه مش باباه البيولوجيك انه باش يدفع معناها رشوه والكل باش يمشي يعملها العمليه في النوار. يعني جو بونس انه الموضوع هذا ما تحكيش جمله في التلفز وما تحكيش فيه حتى شيء، معناها تجبد البريود اللي فاتت، تجبد على الفيسبوك مش حتى على انه معناها كيفاش الدون دورغان ويدخل فيه الدين ويدخل فيه برشا حاجات، واسكو حرام ولا حلال والا لا. يعني نحس انه الفيلم جا في وقته باش يعمل بروجيكسيون تاع موضوع مهم برشا. جيسوي انتريسي بالفيلم هذا عندي ياسر، معناها من سمعت طول جيت قصه تيكي، معناها فيلم كإخراج وكإيماج باهية، معناها الكاليتي، المخرج خدم خدمة باهية، الأحداث الدرامية تسلسل الأحداث زي الطيارة يخليك تعيش في سسبانس معناها باهية وكل شيء، ما تخليكش تفد، معناها شوي يضحك على شوي يحطك في دي سيناريو دراماتيك ياسر. بالنسبة للصون مريقل معناها حسب الصالة وكل شيء، معناها توصل الكاليتي مزيانة وكل شيء، يعطيهم الصحة وإن شاء الله تكون موجودة ياسر منها في القصرين التظاهرات هذه وكل شيء، خلي يزيد الشباب يلقاوين المتسع باش يتفرهد شوي. قالوا لي تحب تخرج عزيز من السبيطار، علاش؟ سألتك سؤال جاوبني، علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ نحكي معاك. زيد علاش تحب تخرج من السبيطار؟ تو سي دون كان ايتاي لي؟ والله الفيلم اليوم عجبني على الاخر، وشوي اكسيتي على الاخر اني جيت نتفرج فيه محلي على الاخر، ويعالج ظاهرة اجتماعية ياسر متفشية في تونس اللي هي تجارة الأعضاء، وهي حاجة ياسر موجودة في تونس وبرشا منها عبيد تستحق وتتلز باش معناها تعالج، يعني كان ما تدفع فلوس باش نجم تنقذ عابد. هو الفيلم ياسر يعني ينقذ الواقع اللي احنا نتاع تونس تاو. بادرة خدموا عليها مجموعة من شباب لتصبح ولاية القصرين والمرقب الثقافي وجهة لمحبي السينما من خلال عروض سينمائية وأفلام جديدة. باش نخرج من السبيطار جي لومني دون اون كلينيك لا ريسيبا لو بانونيم. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمادة الثقافية اللي أمنها لكم فريق هاشتاغ ثقافة. ما تنساوش تقابلوا غدوة كل عادة مع زميلتي نور ستليلي في نفس التوقيت وعلى نفس القناة للعودة على مختلف التظاهرات والفعاليات الثقافية. طوما بقالي كان باش نقول لكم بسلامة وفي لمان.